معي من بغداد دكتور هشام الهاشمي، الخبير في الجماعات المتشددة. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور هشام. أسئلة عديدة تطرح بعد إعلان ترامب هذا، هل البغدادي من ضمن هؤلاء؟ أين تم الاعتقال؟ من قام باعتقالهم؟ من هم هؤلاء القادة أصلا الخمسة حتى لو لم يكن البغدادي ضمنهم؟ هل من تسريبات أو على الأقل توقعات دكتور هشام؟ حياكم الله، مرحبا بكم. أهلا بالتأكيد وسهلا. البغدادي ليس من ضمن هؤلاء الخمسة، لكن كانت هذه القيادات هي تعتبر أهم القيادات التي هي يستعين بها البغدادي في المنطقة بين العراق وسوريا، أبرزهم أبو زيد العراقي، إسماعيل علوان العيساوي الذي تم اعتقاله بعملية خاصة بالتعاون مع المخابرات الأمريكية والأمن التركي في تركيا، ومن خلال هاتفه الشخصي تم استدراج أربع قيادات أخرى، كان أهمهم صدام الجمل والي ولاية الفرات في تنظيم داعش، وأبو سيف الشعيطي مسؤول منطقة الميادين في لداعش في سوريا، بالإضافة إلى عمر الكربولي أمن عام تنظيم داعش فرع العراق. من هو وأيضا الذي لم قال اللواء في جهاز المخابرات العراقية قال بأنه الشخص الرابع لا يمكنه الإفصاح عنه، من هذا؟ طبعا غير أبو زيد العراقي ونجل وصهر البغدادي. لا، حقيقة هو كأنما الصحافة خلطت بين أمرين، هم هؤلاء الخمسة أظهرهم الإعلام العراقي بكل تفاصيلهم، لكن الذي سكتت عنه المخابرات العراقية هو أبو عبد اللطيف الجبوري، وهو السائق الشخصي والمرافق الشخصي للبغدادي، حيث المقصود بنجله هو حذيفة ابن الإرهابي أبو بكر البغدادي، وصهره هو سعود الكردي زوج دعاء بنت البغدادي والتي اسمها الحقيقة أميمة. نعم. من طيب دكتور هشام، ما الذي جعلك قلت بأنه البغدادي ليس ضمن هؤلاء؟ بالتأكيد نحن تابعنا هذا الموضوع بالتعاون مع المخابرات العراقية، استطعنا أن نشاهد هؤلاء وأيضا شاهدناهم في السجون العراقية، في سجون المخابرات العراقية. أها طيب، ماذا يعني هذا؟ ماذا يقول لنا حتى لو لم يكن بغدادي من ضمن هؤلاء الخمسة اللي أعلن اعتقال الرئيس دونالد ترامب دكتور هشام في المعركة ضد الإرهاب؟ مجرد الوصول إلى هؤلاء، نتحدث عن كبار قادة التنظيم. بالتأكيد هذا يعني لنا شيء مهم، أن القبض أو قتل البغدادي قاب قوسين أو أدنى، وكل الاحتمالات الخاطئة عن مكان وتنقلات وصفة البغدادي بعد هزيمة الرقة والموصل أصبحت زائلة، وليس لدينا إلا احتمالات صحيحة ومحدودة بإمكان الأجهزة المخابراتية للتحالف الدولي والعراقيين. يعني يحسم هذا الموضوع دكتور هشام أنه هذا ما قصدته بماذا نتوقعه فيما يتعلق بالوصول للبغدادي فيما لو لم يكن مع هؤلاء؟ موضوع الاعتقال كبار القادة التنظيم، هل يحسم بطريقة ما الوصول للبغدادي؟ بالتأكيد أصبحنا قاب قوسين أو أدنى عن قتله أو أسره. طيب، أجوبتك كثير مختصرة اليوم دكتور هشام، شكرا جزيلا لك دكتور هشام الهاشمي الخبير في الجماعات المتشددة من بغداد، شكرا.